استاذ احمد ابو جبل من المشكلات اللي قابلتنا كلنا كلنا الفتره اللي فاتت، الليسته الطويله العريضه اللي بعتينها المدرسه، الكراريس والكشاكيل والاقلام والمسطره والاستيكه يعني حاجه، يعني انا شفت ناس والله العظيم بتدخل المكتبه تقوم واخده الحاجات تعرف السالفه تقوم سايبها لهم وماشيه. ايه ده؟ كيف نتعامل؟ يعني مش كفايه ندفع مصاريف كمان كل هذا التحميل؟ يعني بقى حضرتك بقى يعني لازم نقر ان لوجيك الامر اللي حضرتك اتكلمت فيه على ارتفاع قيمه المصاريف نتيجه ارتفاع نتيجه بعض الامور الاقتصاديه اللي بنمر بيها هو نفس الاجابه اللي احنا هنجاوب بيها اللي هي ايه؟ الادوات الكتابيه. ليه ارتفع ثمنها؟ احنا استهلكنا الامر دوت في كتير من القنوات الفضائيه وشرحناه في مؤتمرات صحفيه كتير، اللي هو ايه؟ قلنا ان الادوات الكتابيه النهارده دايما عالق في ذهن المستهلك اسعار سبتمبر سنه 2016. 2016 ما كانش فيه تحرير سعر صرف، كان فيه دولار ب 10 جنيه ونص، النهارده الدولار ب 18 جنيه. كان فيه قيمه جمركيه على الادوات الكتابيه، وده برضه بالنادي معالي وزير التربيه والتعليم، ان كانت القيمه الجمركيه للادوات الكتابيه 30%، واحنا بندعم التعليم. لا بس اقول لهم المفاجاه عشان الناس تبقى عارفه، لما انا مره قلت عندنا مصنع هيعمل استيكه وقلم، فنسال الناس قالت له فرحانه قوي كده ليه؟ فرحانه قوي كده ليه؟ عشان احنا بنستورد الادوات المكتبيه، عشان احنا بنستورد القلم والاستيكه والبرايه. الاستيكه بتصنع في مصر من ايام الثوره. ما لازم نقرب كده، ولا برايه مش لكن لا، خلينا نستعرض الاول الكلام اللي احنا بنقول عليه ان هو نمره واحد، دولار كان ب 10 جنيه ونص في سبتمبر، سبتمبر دوت ب 18 جنيه. نقول قيمه تاكسز او ضرائب او جمارك على الادوات الكتابيه 30% اصبحت 60%. دولار جمركي بنقيم الدولار الجمركي ب 8 جنيه 85 قرش، بندربه دلوقتي على 16 جنيه وربع 16 جنيه ونص. قيمه مضافه او ضريبه مبيعات كانت 10% بقت 14%، ال 14% هم مش 14% عشان نكون حقيقيين، هم 23%. طب تقول لي ازاي بس 3... الحل بصراحه ان انا افتح السوق لتنافس، يعني يبقى في منتج سين وصاد وعين ودال، وبالتالي هيضطر فلان انه يعمل هامش الربح وفقا لمعطيات السوق. اليات العرض مدام رشا، اليات العرض والطلب هي الحاكم الرئيسي. اوعى حضرتك هو السوق مش مفتوح؟ هو مين قال لك السوق مغلق؟ السوق ما هو مفتوح على الغارب وكل الدنيا موجوده، احنا بنشتغل والشمس طالعه، ما بنشتغلش في ضلمه او في اوض مغلقه. ازاي لحضرتك الفجاله عدد اللي بيبيعوا قد عدد اللي بيشتروا ثلاث مرات؟ لو اي يعني واحد يعني العرض كويس يا فندم؟ طبعا. طب انزلي حضرتك ازاي ما صورتوش؟ لا مصورين على فكره، احنا طيب مصورين. شوفي حجم البياعين قد ايه؟ حجم البياعين اللي موجودين دلوقتي قد ايه؟ كل واحد فيهم حضرتك بتقولي ايه؟ جشع التجار، جشع التجار. انا ما قلتش جشع والله لا عزيز. انا بقول على بعض الالفاظ. بعض الالفاظ ما بحبش الكلمه دي اصلا. بالظبط، ولا انا بحبها. مش عشان انا رئيس لشعب اللعب الادوات الكتابيه ولعب الاطفال، لا انا عشان بقول كلمه حق. لكن اي واحد هيخرج عن السياق جنبه 2 و5 و10 و50 هم موجودين في نفس السياق زي ما بنقول. طب المعرض اللي الوزير كان بيتكلم عليه لفكره الاتاحه بأسعار دي حقيقه احنا اهلا مدارس، اهلا مدارس الناس معلش بتقول اهلا خالص احنا فعلا في شعبه الادوات الكتابيه وغرفه تجاره القاهره والاتحاد العام لغرفه التجاريه عملنا اجتماع طارئ يوم الاثنين الصبح وما كانش فيه فكره اقامه المعرض. احنا قلنا لازم نعمل حاجه عشان البلد وعشان مصر وعشان اولياء الامور. حضرتك خلي بالك اذا كنا احنا بنتكلم على ان انا مستورد الادوات الكتابيه، طب ما انا ولي امر بدفع مصاريف مدام عبير عارفاها، بدفع احذيه وضربت امثله كثيره قبل كده في القنوات الفضائيه. ابني وهو بيشتري جزمه، انا زوجتي وهي بتقول لي على سعر الجزمه انا صعقت، قلت لها ابوه نفسه ما اشتراهاش لحد دلوقتي بسعر ليه؟ ما احنا فقصدي ان احنا قلنا لازم نشتغل اخيرا ضحكت اخيرا ضحك لما سمع عن الاحذيه ولي الامر ده غلبان. حضرتك لازم نقر ان حضرتك وليت امر وهو ولي امر وانا ولي امر، مفيش حد فينا. طب احنا وانا وليت امر برضه احنا اتحنا طب ثانيه واحده، احنا اتحنا في المعرض ده الادوات المكتبيه باسعار اقل من السوق. بص حضرتك لو هترجع للتصريحات الصحفيه اللي احنا وصلنا بيها في غرفه تجاره القاهره واتحاد عام الغرف التجاريه واللي اعلن عنها معالي الوزير علي المصلحي اول امبارح في المؤتمر الصحفي، احنا بننزل تحت اسعار الجمله. يعني عشان هو كتير جدا من الصحفيين وقناته الفضائيه انتوا عايزين نعرف احنا نسبه خصم كام، فاحنا قد ايه كان معالي الوزير سنس جدا في الرد بتاعه وقال كفايه ان وعد من رئيس الشعبه ومن الاتحاد عام الغرف التجاريه ان احنا بنبيع باسعار الجمله او اقل من كده. لو احنا قلنا بخلاف كده احنا بنقول احنا
مش صادقين، لكن احنا بنقول اخر اربع ايام اخر خمس ايام في كتير قوي من الموديلات في الادوات الكتابيه. المعارض دي فين يا فندم؟ نعم المعارض، المعارض قاعه التضامن الاجتماعي، دفعت وزاره التضامن الاجتماعي معانا، ساهمت بالارض ببلاش، الغرفه التجاريه بالقاهره بكل الفيز للميديا والدعايه ببلاش والاستندات. القاهره بس انا محتاجه اروح الاقاليم، عندنا ال 14 محافظه فيهم نفس الامر. فيهم نفس هذه المعارض، فيها نفس المعارض، البيع باسعار اقل من اسعار الجمله، كلنا متكاتفين، كلنا بنقول احنا جزء واحد، لكن بالنادي برضه تاني في دعم للتعليم، التعليم هو وقود المستقبل، ولادنا هم المستقبل وهم مننا عينينا. جمارك على المعارض، ممكن اقول لحضرتك حاجه بس هنيجوا عليكم شويه، ما هو في حاجه اسمها يعني فتره انتقاليه بس، يبقى الضمان الاساسي انك بتحقق هامش ربح ضعيف قوي، ونجاحك الرئيسي هو استثمار اللي انت بتعمله او استمراره. ممكن بس اصل خلي بال حضرتك من حاجه، انا نفسي بس اقول الكلمه دي رجال الاعمال وما يزعلوش، ما احنا بنستثمر في بلدنا والله، بنستثمر في مجتمع، معلش نيجي على نفسنا شويه لغايه بس ما الدنيا تتحسن. هل ممكن يبقى في مبادرات من ده؟ كلنا مبادرات، صدقيني مش مفيش واحد فينا مش حاسس بالامر، ويعني من اقل واحد فينا لمعالي رئيس الجمهوريه صوتنا، خلي بالك كل الناس سامعه صوت كل الناس، اصل الناس بصراحه مش عارفه تلاقيها منين ولا منين. ما هو ده يعني هي دي المشكله بجد. ما هو احنا حضرتك اثرتي نقطه هايله، الا وهو احنا خارجين من خمس مواسم متتاليه، طبعا صيف الاول امتحانات، رمضان، عيد صغير، صيف، عيد كبير، لحمه، دخول مدارس. كان الله في عون الناس وكان